بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده يا شباب ان شاء الله عن الكرونيك كوروناري سيندروم. احنا عرفنا في السيشن اللي فاتت، واللي ما سمعش الفيديو بتاعها يرجع له، عرفنا ايه الحاجات اللي تعمل ناروينج تضيق الكوروناريز، وقسمناها الى تو كاتيجوريز كبار جدا، اثيروسكليروتيك جروب، ودي 90% من الحالات، وعرفنا ايه هو الريسك فاكتورز اوف اثيروسكليروزيس، ايه هو الباثوجينيسيس اوف اثيروسكليروزيس، وايه الديفرنت بريزنتيشنز بتاعتها. لو انتوا تراجعوا معايا قولوا يلا ورايا. لو الاستينوزس اقل من 50% العيان ده هيكون اسمعكم اسيمبتوماتيك سيمتوماتيك، برافو. لو من 50 ل 70%، كرونيك كورونري سيندروم، اكسلنت. كرونيك كورونري سيندروم اللي هو البيشنت ات ريست، ما فيش اي سيمتومز، لكن مع الاكزيرشن تبتدي تظهر عليه المانيفستيشنز من 70 ل 99%. اكيوت كورونري سيندروم، اكسلنت. ام ال اللي هو البيشنت 100% 100% اكيوت ام ال، اكيوت ام ال، برافو. اكيوت مايوكارديا، اكيوت مايوكارديا. نقفل المايكس. اوكي، النهارده هيبقى كلامنا باذن الله عن الكورونيك كوروناري سيندروم. كورونيك كوروناري سيندروم، اول حاجه مهمه في هذا التوبيك يا اولاد، هتلاقي كده في بالعنوان الاحمر مكتوب كورونيك كوروناري سيندروم فورمالي، يعني زمان كانوا بيسموه ستيبل كوروناري ارتري ديزيز. يبقى الموضوع ده زمان كان اسمه ستيبل كوروناري ارتري ديزيز، لكن التسميه الحديثه بتاعته بقى اسمها ايه؟ كورونيك كوروناري سيندروم، سي سي اس. سي سي اس اول حاجه مهمه جدا في هذا التوبيك وبتيجي في الامتحان هو الديفينيشن، فجنب الديفينيشن اكتب عليه حفظ صم، حفظ صم. دي من التعريفات المهمة. قلت لكم في الكارديولوجي بيجي سؤال اسمه ديفاين، وهيجيب لك ثلاث عناوين تعرفهم. التعريف بيبقى كل كلمة عليها جزء من الدرجة، تمام؟ في الكارديولوجي كده، مش انشا، لا، ده دي كرايتيريا، عشان كده التعريف مهم قوي. فاكتب على الديفينيشن حفظ صم. احنا عرفنا من المره اللي فاتت ان الكورونيك كورونري سيندروم ده عيان ات ريست، ما بيحسش باي سيمتوماتولوجي، مع الايفورت يبتدي يجي له سيمتوماتولوجي، والسيمتوماتولوجي في صوره تشيست بين. فلو جينا كده نشوف التعريف هتلاقي ان هو كلينيكال سيندروم، وقلنا هذه المتلازمه نبروزها، يعني عباره عن مجموعه حاجات مع بعضها. ايه الحاجات دول؟ خمس حاجات. characterized by occurrence of chest pain or discomfort، يبقى بيحس بهذا الوجع، هذا الوجع with unchanged characteristics for 60 يوم، يعني خصائص هذا الوجع ما اتغيرتش بقالها شهرين، سببها مايوكارديال اسكيميا، الوجع ده مش سببه بلوريس التهاب في الغشاء بتاع الرئه، لا، ده سببه اسكيميا، البريسيبيتيتد باي اللي بيزوده الاستريس، سواء كان فيزيكال مجهود عضلي او ايموشنال مجهود نفسي، واللي بيريحه هو الريست الراحه او السبلينجوال نايتريتس. تعريف في منتهى الاهميه. ايه هو تعريف الكرونيك كورونري سيندروم اللي هو الذبحه المزمنه؟ عشان كده زمان يقول لك كانوا بيسموها ستيبل. ليه ستيبل؟ لان وجع ما اتغيرش بقاله 60 يوم، يعني بقاله شهرين بنفس الشكل ما بيتغيرش. occurrence of chest pain or discomfort with unchanged characteristics بقاله شهرين، سببها مايوكارديال ischemia، بتحصل مع الفيزيكال او الايموشنال ستريس، وبتريليف بالريست او السبلينجوال نايتريت. ده تعريف في منتهى الاهميه. طيب الكوزس، الاسباب، قلناها المره اللي فاتت اثيروسكليروتيك، وقلنا نكتب عليها 90% من الحالات، والنون اثيروسكليروتيك اللي هم 10% من الحالات، ودي قسمناها الى حاجات جوه الشريان جوه اليومن، وحاجات في الوول، وحاجات فروم اوت سايد، حفظناها المره اللي فاتت. الباثوجينيسيس، قلنا الباثوجينيسيس كلمه واحده بحفظها صم، هو اوكسجين سبلاي ديماند ميس ماتش، وقلنا مبروز الكلمه دي لان ده اوبشن في الام سي كيو هيجي لنا في الامتحان. باثوجينيسيس اوف اسكيميك هارت ديزيز از اوكسجين سبلاي ديماند ميس ماتش،
من اول دي يو 2 لحد اخر الباراجراف ده كله ما نقراهوش وما لناش علاقه بيه خالص. تمام. طيب نخش بقى على الكلينيكال بيكتشر، ده مهم، كلام مهم اللي جاي ده في منتهى الاهميه. الشباب اللي حضروا معايا السيشنز بتاع اول السنه، كنا سيشنز العملي، كنا بنقول ان اي كومبلين او اي سيمتوماتولوجي في الطب بعمل لها اناليسيس بسبع عناصر، اي شكوى في الطب بحللها بسبع عناصر اللي هم الاونست كورس ديوريشن فريكوانسي اسوسيشن وات انكريز اند وات ديكريز. يبقى عندي سبعه ايتمز بعمل بيهم اناليسيس لاي سيمتوماتولوجي او اي شكوى في الطب: اونست كورس ديوريشن frequency association what increase and what decrease، ايه اللي بيزود وايه اللي بيقلل. اما البين از كومبلين، الوجع سواء كان الوجع ده في chest pain او سواء كان loin pain او سواء back pain او leg pain، اي بين از كومبلين بزود عليه اربع ايتمز بلخصهم في كلمه لمسك. لمسك ايه اللمسك دي؟ اللوكيشن اهو، لمسك، لو حد عاوز يكتب ورايا لمسك. ال هي اللوكيشن، مكان هذا الوجع فين. الام الموفمنت، يعني الوجع ده بيراديت فين، بيسمع فين. الاس سيفيريتي شده الوجع، والكيو هي الكواليتي اللي هو شكل الوجع ده عامل ازاي. يبقى كده لما اجي اعمل ده سؤال لوحده للتشست بين، ده سؤال نظري في الامتحان، الحته دي لوحدها عنوان للتشست بين، ده سؤال نظري في الامتحان. تمام. هيقول لك كده define the characteristics of ischemic chest pain، يعني قول لي شكل الاسكيميك تشيست بين، ده سؤال. اكتب على عنوان التشيست بين ده سؤال نظري. تمام. فعشان اجاوب على هذا السؤال لازم اجاوب ب10 نقط، السبعه الرئيسيين او ب11 نقطه. السبعه الرئيسيين onset course duration frequency association what increase and what decrease، وازود عليهم الاربعه بتوع البين اللي هو لمسك اللوكيشن الموفمنت والسيفيريتي اند كواليتي. تعالوا بقى ناخد ايتم ايتم كده يا اولاد. اول حاجه بعمل كلاسيفيكيشن للتشست بين، بقسم التشست بين الى حاجه اسمها تيبيكال انجينال بين، يعني وجع مثالي للذبحه الصدريه، وحاجة اسمها اتيبيكال انجينال بين، يعني وجع اتيبيكال يعني نص ونص، او نون انجينال بين يعني وجع مش سببه اسكيميا. يبقى التشيست بين، لان في ديفرنشال دايجنوزس للتشيست بين اسباب كتيره جدا، بتبدا من السكين بتاع التشيست للمسلز للبون و هناخد حاجه اسمها ديفرنشال دايجنوزس في التشيست بين، هتلاقي اب تو 30 سبب. فانا بقسمه الى كاتيجوريز، هل هذا البين تيبيكال انجينال بين يعني ده وجع مثالي لوجع الذبحه الصدريه، ولا اتيبيكال، ولا ده نون انجينال خالص، بناء على هذه الكرايتيريا. التيبيكال يتوفر فيه ثلاث خصائص، ان هو سبسترنال تشيست ديسكمفورت اوف كاركترستيك كواليتي اند ديوريشن، اللي هي الخصائص اللي احنا قلناها في التعريف، الخصائص اللي قلناها في التعريف. وهذا البين بروفوكد باي، بيزيد بالاكزيرشنال بالستريس سواء كان فيزيكال او ايموشنال، وبيرليف بالريست او بالسابلينجوال مايتري. ده الثلاثه كرايتيريا، لو دول موجودين يبقى ده تيبيكال انجينال بين. طب لو اتنين بس منهم اللي موجودين يبقى اتيبيكال. طب لو واحد بس فيهم هو اللي موجود، او مفيش ولا واحد من الثلاثه موجود، يبقى ده نون انجينال بين. يبقى ممكن يجي لك سؤال في الامتحان يقول لك كلاسيفاي تشيست بين، لما يجي لك كده يقول لك كلاسيفاي تشيست بين، يبقى حاجه من ثلاثه: تيبيكال واتيبيكال اند نون انجينال بين. تيبيكال اتيبيكال ونون انجينال بين. التيبيكال في ثلاث خصائص، الاتيبيكال في اثنين من الثلاثه، النون في واحد، او ما فيش فيه حاجه خالص من هذه الخصائص. اوكي. طيب التشيست بين بتاعنا تعالوا بقى نعمل له اناليسيز. الانست بتاعه بيبقى صادن، بيبقى عام، بيقول لك انا ببقى سليم نايم سليم زي الفل، صحيت على الوجع في صدري، فالانست بتاعنا بيبقى صادم. الكورس بتاعنا بيبدا سيفير زين ريليف جرادولي، يعني بيبدا شديد جدا وبعد كده حدته تبتدي تقل بالتدريج. الديوريشن بيستمر يا اولاد قلنا من دقيقه ل 15 دقيقه او ل 20 دقيقه، يعني ما يطولش، ما يزيدش عن 20 دقيقه ومش اقل من دقيقه، يعني مش نغزه مع النفس مثلا بتروح، لا دي لحظيه، ثواني سكندز، دي مش انجينال بين. الوجع بتاعنا ديوريشن بتاعته من دقيقه لحد اقصى حاجه 20 دقيقه، تمام، ما يزيدش عن كده ولا يقل عن كده.
الفريكوانسي بيحصل في اتاكس، نوبات، كل نوبه تستمر حوالي من دقيقه لخمس دقائق، تمام؟ معنى انه يزيد في الفريكوانسي انه حصل انستابيليتي، لا ده بيتحول من كورونيك كورونري سندروم الى اكيو كورونري سندروم. لو بدا الفريكوانسي يقول لك مثلا بتجي لي الاتاك 3 مرات في اليوم، دلوقتي يا دكتور بقت تجي لي 7 مرات في اليوم او 10 مرات في اليوم، لا ده كده الحاله بتسوء، بيزيد، فالاتاكس عماله الفريكوانسي بتاعها يزيد. الاسوسيشنز العيان يقول لك انا لما بيجي لي الوجع في صدري بحس ان انا عرقت ولوني شحب وعندي نوزيا اند فوميتنج، يعني نفسي غمت عليا وببقى عاوز ارجع. ممكن شخص يقول لك بيجي لي ديزنس يعني بدوخ، او بحس بإركتيشن ان عاوز اتقرع كده لا مؤاخذه يعني يا دكتور بحس براحه، تمام؟ دي كلها اسوسيشنز. جميل. ايه اللي بيزيد؟ وات انكريز، يعني ايه اللي يزود هذا الوجع او ايه اللي بيبريسيبيتيت الوجع ده؟ قلنا الاسترس زي الاكسرسايز. في حاجات تانية كمان، الكولد ويزر مثلا، الهواء الساقع ده بيعمل سبازم في الكورونس ويزود الوجع. الهيفي ميلز يا ولاد دي مهمه قوي، اكتب عليها في اي بي، حاجه اسمها بوست برانديال انجينا، ده شخص يجي له تشيست بين بعد الهيفي ميل، بعد ما ياكل اكله دسمه. لماذا؟ تتخيلوا ليه؟ حد يفكر معايا كده ليه بعد الميلز يجي للشخص تشيست بين؟ الدم بيروح الجاي تي. برافو. ظاهرة اسمها ستيل فينومينا، ظاهرة الحرامي، ان الدم بيبقى ستولن، بيبقى دايركتد للجي اي تي فيزود الاسكيميا بتاعة الكورونيز. فدي حاجة اسمها بص برانديال انجينا، دي حاجة وحشة. شخص لما يجي له بص برانديال انجينا معناه ان الشرايين بتاعته فيها ضيق شديد قوي. طبعا الاسترس، واحد بقى ايه، او واحده مثلا سابت خطيبها فيجي لها ايموشنال ستريس، يجي لها ذبحه او جلطه، او يعني كل انواع الاسترس بكل اشكاله. طبعا السيكشوال انتركورس دي من الايفورتس، المجهودات الصعبه اللي ممكن الشخص يجي له اثناء السيكشوال انتركورس، هذه الاتاكس. اوكي طيب، قلنا وات ديكريز، عمالين نعيد ونزيد فيها. الريست والسابلينجوال نايتريتس، وهنعرف في الفارماكولوجي ايه، فازاي النايتريت بيريليف للتشيست بين. لكن حته جنب الريست دي بيقول لك ايه بقى؟ بات اوكيجنالي بين مي ديسابير ويز كونتينيود اكسرسايز، يعني بيقول لك ان ممكن شخص هنعتبره انه بيجري على التريدميل على المشايه مثلا، وهو بيجري على المشايه في الاول يجي له تشيست بين، ولما يستمر في الجري البين ده يذهب، البين ده يريليف الوجع ده يروح. دي حاجه بيسموها ووك ثرو انجينا، دي حاجه مهمه قوي. ايه ده؟ حاجه غريبه جدا، يعني ازاي شخص مع بدايه الاكزيرشن يجي له وجع ولما يستمر في الاكزيرشن الوجع يروح؟ الشاطر بقى اللي هيقولها هيبقى له جايزه منه. ايه اللي يخلي يحصل ووك ثرو انجينا؟ بسبب الاندورفينز اللي بتنتج يعني نتيجة الاكسرسايز وكده، تعمل ايه؟ فهيخليه مش حاسس بالوجع ده. لا مش مظبوط قوي. الاكسرسايز بيعمل بازو دايلاتيشن. برافو برافو. مين الشاطر اللي قال غير انس؟ في بنت كمان قالت. انا عارف اكيد انها بنت. تمام، برافو عليكم. تمام يا نهى. يبقى قلنا مع استمرار الاكزيرشن بيطلع كده فازو دايليتور ماتيريالز، تبتدي تعمل دايلاتيشن في الكولاترال سيركوليشن، في الكولاترالز، فتبتدي تريليف البين. ودي برضو حاجه من البور بروجنوزيس، من حاجه من حاجات البور بروجنوزيس. تمام كده. مثلا لو كان البين بسبب ان انا عنده بيرد او عنده انجينا، لا دي هدير قصه تانية خالص، حابب اقول لك عليها ازاي تفرق الجيرد من البين. ولو انتوا فاكرين كنت انا عامل بوست قريب بقول يا جماعه اي شخص يجي يشتكي من ايبيجاستريك بين ما اقولش انت عندك جيرد وامشيه ويبقى عنده ام اي. لسه في عيان يا عيني كان محامي كده 31 سنه مش شهداء، وقعد 4 ايام يتعالج على انه جيرد وهو كان ام اي، وللاسف مات. يعني انا شخصته وفي نفس اليوم يعني مات، الله يرحمه. تمام. بالظبط، لازم نعمله اي سي جي، ده حاجه اساسيه. فالتفرقه صعبه جدا، يعني لدرجه ان احنا بنقول اي عيان تشتبه ان عنده حتى لو انت متاكد انه جرد اعمل له رسم قلب. فخلينا دلوقتي ايه، مش مجالها دلوقتي. تمام. بعد كده الكاركتر يا اولاد، شكل البين ده ايه؟ الوجع بتاعنا مش شكه، يعني دي مثلا تيجي البت كده عندها 19 20 سنه وجايه لك يا دكتور انا عندي شكه في صدر الشمال. الشكه دي يا بت بتزيد بالمجهود، تقول لك لا. طب بتزيد بايه؟ تقول لك لما مثلا خطيبي ما بيردش عليا في الموبايل، فتقوم جاي ضاربها بالجزمه وكارشها بره العيال.
تمام. فالوجع بتاعنا مش شكه تمام. امال عامل ايه ده سكويزنج؟ يقول لك العيان يجي يقول لك انا حاسس بعصره، او هيفنج حاسس بطبقه، او كونستريكتنج حاسس ان صدر بيتقطع يا دكتور، او ستابنج خنجر، عشان كده اسمه انجينا ذبحه، زي ما يكون في ستاب، في خنجر مدوق في صدره تمام. فكل دي كاركترز مختلفه للبين، لكن عمره ما يبقى ستيتشي، عمره ما يبقى شكه تمام. كمان العيان ما يقدرش يشاور عليه بصباع واحد، يعني مش لوكالايز، لا ده بتبقى اريا حته كده ديفيوز، يشاور بايده بحالها مش بصباع واحد تمام. طيب تعال نخش بقى في اللوكيشن، مكانه هوريكم صوره كده عشان تحددوا لي اللوكيشن، لان دي مهمه قوي. فين اول صوره معانا؟ جايب لكم انا شويه صور بقى عشان ما جبتش فيديوهات، طالما الفيديوهات ما بتظهرش. تمام الصورة دي باينة. شايفين الصورة يا شباب؟ صمت ولا ايه؟ يا ولاد باينة؟ تمام طيب اوكي. طيب بصوا بقى، ادي ادي اماكن البين اهو. طبعا بيبقى ريترو ستيرنال ورا الاسترنا، او واخد الليفت سايد اوف ذا تشيست، ممكن الرايت سايد عادي خالص. بيسمع في الشولدرز، ليفت شولدر او رايت شولدر. سمع في الانر اسبكت اوف الارمز، ممكن ليفت او رايت مع الانر الليتل فينجر، الصباع الصغير. بيسمع في روت اوف نيك يا اولاد، في عنق الرقبه. بيسمع في اللور جو، بيسمع في الفك السفلي، بيسمع في الباك. كل دي اماكن ممكن يجي فيها البين، ممكن الراديشن يبقى لهذه الاماكن. وهيسالك الدكتور في الشفوي يقول لك ليه يا ابني الوجع يجي في الشيست، يسمع في عنق الرقبه، او يسمع في اللور جو، او يسمع في الليفت شولدر. هتقول له جمله شهيره اسمها ايه؟ سيم درماتوم. برافو، هي الكلمه المعفنه ديت. هتقول له بيكوز زي ار ان كنت كاتبها ده صلاح، خد بالك. تمام. خلي بالكم بقى ان انا عاوز اديكم حته كلينيكال كده من عندي، ان عيانين شخصناهم تشيست بين باتيبيكال بريزنتيشنز، يجي العيان يقول لك يا دكتور وانا رايح اصلي الفجر امشي شويه الاقي فك السفلي وجعني، اقعد كده دعك فيه، واقف استريح الوجع، يروح امشي تاني الاقي الوجع. فايه اللي يوجع الفك السفلي مع المشي؟ يعني ايه علاقه الفك السفلي بالمشي؟ فانت تبقى ذكي وتعرف ان اللور جو بين اللي يحصل مع الايفورت المجهود ممكن تكون اسكيميا. يجي لك عيان تاني يقول لك يا دكتور انا يعني لما بمشي شويه كده بحس ان صباعي الصغير واجعني، واقعد ادعك فيه شويه كده، واقف استريح يروح. لازم يبقى انت ذكي وعارف الاتيبيكال بريزنتيشنز، لان مش كل عيان هيجي يقول لك يا دكتور انا عندي خنجر مدقوق في نص صدري ماسك كتفي الشمال، مفيش كده يعني، مش هيجي، مش كله تيبيكال يعني، كتير اتيبيكالز. فلازم انت تبقى اوير بالاماكن بتاعت الشيست بين. يبقى نقولها تاني، عندك في ريترو ستيرنال يعني بيهايند ذا ستيرنا، ليفت ورايت تشيست، الشولدرز ليفت ورايت، الانر اسبكت بتاع الارمز، الانر او الليتل فينجرز، روت اوف ذا نيك، الجو اللور جو، طبعا الباك من ورا، ومنطقه الابيجاستريم من قدام. تمام، كل دي الاماكن بالراديشنز بتاعتنا. ده بالنسبه للايه؟ تمام، دي بالنسبه للوكيشن اند موفمنت يا اولاد. اوكي، بعد كده السيفيريتي، وده سكور مهم قوي قوي. فاكرين السكور النيها كلاسيفيكيشن؟ ده حاجه زي النيها كلاسيفيكيشن، بقسم الوجع ده الى كلاس 1 و2 و3 اند 4 زي النيها بالظبط. عاوزكم كده الجدول، الكلام المكتوب فيه ده هنبسطه خالص. هتكتب كده او كلاس 1 ده تشيست بين مع الاكسترا اوردينري ايفورت، مجهود زايد عن الطبيعي. 2 تشيست بين مع الاوردينري ايفورت. 3 تشيست بين مع ليس ذان اوردينري ايفورت. 4 تشيست بين ات ريست. يبقى الكلاسيفيكيشن او السيفيريتي كلاس 1 2 3 ام 4، ده تشيست بين مع مور ذان اوردينري ايفورت، تشيست بين مع الاوردينري ايفورت، تشيست بين مع ليس ذان اوردينري ايفورت، وكلاس 4 ده تشيست بين ات ريست. طبعا نوع هتقول ايه؟ هتقول لي ما طبيعي ان اي حد يجي له تشيس بي مع الاكسترا اوردينري افورت. هقول لها لا يا نوع مش طبيعي. تمام كده؟
طيب يبقى احنا كده لو جالنا سؤال نظري في الامتحان ديفاين او انومريت او يعني اكتب ما تعرفه عن التشيست بين، هقول ال 11 ايتم دولت بتفاصيلهم. لو جالك سؤال اسمه كلاسيفيكيشن اوف تشيست بين لازم اكتب حتتين، يبقى اكتبه ورايا الحته دي. لو جالك في الامتحان كلاسيفاي تشيست بين هتكتب التقسيمه الاولانيه اللي هو تيبيكال اتيبيكال ونون، وهتكتب الحته بتاعت السيفيريتي اللي هو كلاس 1 و2 و3 و4. ده لو قال لك كلاسيفاي. طب لو قال لك ديفاين هتكتب ال 11 ايتم اللي هي الكاركترز اللي احنا قلناها. تمام؟ طيب دي اول برزنتيشن للكرونيك كوروناري سيندروم. عاوز لو في اي سؤال ممكن نساله في خلال 1 مينت. حد عنده سؤال في الجزء ده يا شباب؟ دكتور اتفضل. دلوقتي بحصر حتة الشست بين بينها فرنج من 1 ل 20 دقيقة، لو أقل من كده أو أكتر من كده ببدأ أفكر بعيد خالص عن ال كاردياك بين نون كاردياك بين خالص، يعني مش بالظبط. هحاول حتى يعني ده الموضوع ممكن ما يكونش أتيبيكال مثلا أو يكون يعني ما هو كده انت هتفكر بقى في الديفرنشال دايجنوز، ممكن يبقى بلوريسي، ممكن يبقى بريكاردايتس، ممكن يبقى ماسكولوسكليتال بين، ممكن يبقى اسباب تانية اخرى. ايوه تمام شكرا. تمام. ايه بتسال عن سبب الراديشن، يعني البارتس اللي بتراديت ديت يا ايه، كانت زمان الجسم كده كان طالع او مكون من مجموعه ديرماتومز، فكل ديرماتوم كان بيبقى يعني حته كده كتله على بعضها ماسكها نيرف عصب واحد، بدات الحته دي تهاجر يعني الزمن هجرهم وبعدوا عن بعض، لكن كانهم مرتبطين بعصب واحد، فعشان كده لو حته اذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الاعضاء بالمش عارف ايه، فعشان كده لما حته فيهم تجي لها وجع بقيه الحتت التانيه اللي كانت صاحبتها من زمان تحس بالوجع. ده معنى كلمه شيرنج ذا سيم ديرماتوم. فهمنا؟ بالسهر والحمى، برافو عليك يا هادي. طيب إيه في حد فاطمه بتسال لو هو اتيبيكال، استني كده اشوف سؤال فاطمه شكله سؤال لولبي. لو هو اتيبيكال التعريف كده ما ينطبقش عليه. طبعا ما هو الاتيبيكال ده مش بتاع كوروني سندروم، هو اللي بتاعنا احنا اللي هو التيبيكال. الاتيبيكال والنون انجينال دول مش تبعنا، فالاتيبيكال فعلا التعريف ما ينطبقش عليه. طيب هناخد سؤال سؤال. ايه سألت سؤال ظريف قوي، ايه يا دكتور ليه في الرانس رو انجينا بتحصل في ناس معينه مع ان كده كده الفازو. برافو عليك يا ايه، انا يعني في الحقيقه مش كنتش عاوز اتعمق معاكم في الجزء ده، لكن هي فكره الرانس رو انجينا انها بتعتمد على وجود حاجه اسمها كولاترال سيركوليشن. يعني ايه كولاترال سيركوليشن؟ يعني حته ضاقت قوي فيبتدي الشريان قبل الحته دي وبعد الحته دي يطلع كولاترالز تباي باص الحته الضيقه دي، فمعنى ان في كولاترالز يبقى شخص يحصل له شخص لا، ده معناه في شخص فيه كولاترالز وشخص ما عندوش كولاترالز. طيب وجود الكولاترالز ديت معناها ان العنده ده عنده ضيق شديد قوي وكرونيك بقاله زمان، فعشان كده باد بروجنوزس. يبقى جاوبنا على السؤالين ليه شخص يحصل وليه لا، عشان الشخص ده فيه كولاترالز وده ما عندوش كولاترالز. طب هل وجود الكولاترالز دي حاجه معناها ايه؟ معناه ان الضيق ده شديد قوي وكرونيك بقاله زمان. تمام؟ فدي الفكره بتاعتها. فاحنا كده جاوبنا على سؤال هدير وسؤال آية ناجح. تمام كده كويس؟ اوكي. طيب لما المريض بيصلي ايه؟ بيصلي على البين، يبقى كده يعني ايه بيصلي على البين؟ معلش ياسمين وضحي، بيصحى على البين. تمام، يبقى ده عيان بيجي له سيفير بين يصحيه من النوم؟ لا، ده كده كلاس 4، ده بين اتريس، ده ممكن يكون اكيو كورونري سندروم مش تبع الكرونيك كورونري سندروم. تمام. تسنيم بنقول لو جانا سؤال اسمه كلاسيفيكيشن اوف تشيست بين هقول تقسيمتين، تقسيمه التيبيكال اتيبيكال ونون انجينال، والتقسيمه بتاع السيفيريتي اللي هو كلاس 1 و2 و3 و4. تمام كده؟ في حاجه مش واضحه في الحتت دي؟ تمام. طب دكتور معلش، هو لو صاحي من النوم بقى تبع الاكيوت كورونري سيندروم اكتبه ان هو اكيوت كورونري سيندروم، ولا اكتبه ان هو انجاينا عادي، ولا اكتبه ام اي، ولا ايه؟
دايجنوزس يعني. لو تشيس بين صحام النوم يبقى ده بين حصل ات ريست، ده بين صحام النوم، انا كده اكيو كورونري سندروم مش كروني كورونري سندروم خالص. طيب هتلاقي في كرايتيريا تانية بقى، لان الاكيو كورونري سندروم دي انواع، فاحنا هنعرف السيشن القادمه بتاع الاكيو كورونري سندروم هنعرف بقى هل هو انستيبل ولا نون ستيمي ولا ستيمي، ده بناء على خصائص تانية. لكن وجع يصح الشخص من النوم من غير اي ايفورت مجهود، ده اكيو كورونري سندروم وليس سي سي اس كروني كورونري سندروم. اللي كان هنا يعني جريد 4 يعني. ما هو جريد 4 ده تبع الاكيوت مش تبع الكروني. تمام. جريد 4 ده اكيوت. إيه لكن الكروني كلاس 1 و 2 3. تمام كده؟ اوكي. طيب نبدا في الجزء اللي بعده يا شباب. هل ممكن العيان يجي له اسكيميا وزاوية تشيست بين؟ في عندي نوعين اتنين كده، وعاوزكم من غير ما نقراهم نفكر فيهم. في حاجة اسمها بيلس اسكيميا وفي حاجة اسمها سايلنت اسكيميا، وده سؤال بيجي في الامتحان كتير قوي يا اولاد وبنسأل في الاورال كتير قوي. في حاجة اسمها بيلس اسكيميا وحاجة اسمها سايلنت اسكيميا. مين شاطر من غير ما يبص في الكتاب يقول لي ايه الفرق ما بينهم؟ بيلس وسايلنت. البيلس مفيش بين ومفيش اي، انما السايلنت مفيش اي سيمتومز. برافو. يبقى قصدك ان البيلس مفيش بين بس في اعراض تانية، في اي في ممكن سيمتوم تانية، لكن السايلنت مفيش اي سيمتومز خالص. برافو اكسلنت. انت مين؟ نوع. نوع. انت صوتك بيتغير ليه يا نوع؟ تمام يا نوع، برافو علي. تمام جدا. يبقى زي ما نوها قالت يا اولاد ان البيلس يبقى مفيش تشيس بين، لكن في حاجه ثانيه بسميها انجينا اكويفالنت، يعني ما يعادل او يوازي التشيس بين، اسمها ايه يا شباب؟ انجينا اكويفالنت. دي حاجه مهمه جدا. يبقى جنب كلمه انجينا اكويفالنت اكتب ما بين قوسين بيلس اسكيميا، اكتب جنبها ما بين قوسين ايه؟ بيلس اسكيميا، لان ممكن يخليك تعرف بس الحته دي ديفينيشن اوف بيلس اسكيميا. يبقى ده عباره عن اسكيميك هارت ديزيز ويز نو تشيست بين بات انجينا اكويفالنس، اللي هم ممكن يجي لك بديزنيا بينهك، ممكن يجي لك بفاتيج يقول لك انا عندي انهاك وارهاق، ممكن يجي لك بديزنس دوخه، الحاجات دي كلها تحصل مع الاكزيرشن وتريليف بالريست او السبلينجوال نايتريتس. طب مين يا شباب اللي يجي له بيلس اسكيميا؟ مين الشخص عديم الاحساس اللي ما بيحسش بتشيست بين ويجي باعراض ثانيه؟ عندي دايبيتس. اكسلنت. اهم عيان هو عيان الديابيتس، ومين تاني؟ الكاردياك ترانسبلانتيشن. برافو. الكاردياك ترانسبلانتيشن، وايه كمان يا سيكا؟ الاولد ايج. برافو عليك يا انس. والاولد ايج، يبقى اكتب الثلاثه كده. ايه ده انت غشيتها يا انس؟ الانستيزيا كمان صح؟ ما اكيد طبعا الانستيزيا هو كده كده متخدر. يبقى دول الثلاثه كاتيجوريز هتلاقيها في الكلينيكال بير اللي في المربع اللي تحت، دول الثلاثه اللي يحصل لهم البيلس اسكيميا، اللي عندهم الانرفيشن بتاع القلب بقى ضعيف، دايابيتيك بيشنت، الالدرلي، والترانسبلانت ايه بيشنت اللي زارع قلب. برافو عليك. طب السايلنت اسكيميا دي اسكيميا ويز نو تشيست بين اور انجينا ايكويفالنت في المربع بتاع الكلينيكال بير. طب مين اللي يحصل لهم دول؟ الدرجات السيفير من البيلس اسكيميا، يعني دايابيتك بقى اند ستيج والدايابيتس عامله له دايابيتك نيوروباثي عنيفه جدا مضيعه الاحساس تماما، السيفير ايلدرلي بيشنت كوماتوز وهكذا. تمام. هارت بلانت بيشنت وحصل له اورجان ريجكشن وهكذا. تمام. يبقى ده البيلس اسكيميا والسايلنت اسكيميا. هل في سؤال في الحته دي يا شباب ولا نجو اون؟ دي هدير اللي هنقولها، ازاي نعرف السايلنت اسكيميا؟ ده اللي هنقوله في الدايجنوزس في التشخيص كمان شويه في الانفستيجيشن. بعض الاعراض زي ما مش طبعا طبعا يا هدير، ما هو هدير صديق بقى ايه، مش هدير خلف الله، بتسال سؤال حلو جدا. الاعراض دي مش سبيسيفيك كده للانجينا، ما هو ده يفرق بقى، يعني انت لما تروحي تكشفي عند دكتور احمد جابر غير ما تروحي تكشفي عند دكتور تاني، ما هو ده يفرق بقى الدكتور الشاطر من الدكتور اللي مش شاطر. تمام يا هدير. طبعا يعني قنبله التواضع يا جماعه. تمام. ليه ما قلتش مثلا هارت فيلير؟ ما ممكن الاسكيميا تعمل هارت فيلير يا هدير، بس دي اجابه يعني الحته التواضع دي اجابه السؤال بتاعك. ماشي، مش عاوزين نتكلم عن نفسنا كتير بقى.
اوكي تمام، في أسئلة تاني؟ تمام طيب، يلا كده نخش على الكلينيكال ساينس. الإجابة طيب، ما أنا زي ما قلت لك بقى، ده بيعتمد على الكلينيكال سنس، يعني السنس الطبي بتاعك، والورك اب الانفستيجيشنز اللي انت هتعمليه، هتعملي اللي عنده اي سي جي، هتعملي كذا، هتعملي كذا. يعني اقول لك على سبيل المثال، مثلا يعني على سبيل المثال عيانه كده، عيان دايابيتك، وعمال يروح للدكتور يقول له يا دكتور ده مريض سكر، وراح لدكتور السكر بتاعه ولدكتور البطنه العامه، يا دكتور انا بيجي لي نهجان شديد جدا مع طلوع السلم. طب ايه اللي يخلي العيان ده يجي له نهجان شديد، عيان سكر مع طلوع السلم؟ تمام، هل السكر مش كنترولد ولا كنترولد؟ قال لك لا، الدايبيتس بتاعه كنترولد، والهيموجلوبين اي 1 سي سكر التراكمي مظبوط. طب اعمل يا عم ايكو تشوف كفاءه القلب بتاعتك ضعيفه، يمكن هارت فيلير. عمل الايكو الكفاءه كويسه؟ لا بقى. طب امال ايه اللي يعمل له بقى؟ هل يقول له مثلا انت بتتدلع ويهجص عليه؟ لا، افكر دلوقتي لو انا اوير ان في حاجه اسمها سايلنت سكيميا، او في حاجه اسمها ازمه ايكوفالنت، او ايكو دوت، ابقى اوير بقى، فابتدي اعمل له الورك اب بتاعي اللي اقدر اشخص الاسكيميا بتاعته. دي الفكره بتاعتها. تمام كده يا هدير؟ تمام. طيب تعالوا نخش يا اولاد في الساينز. الساينز هتلاقي مقوله في بدايه الساينز اللي هو الاكزامينيشن، هتلاقي مقوله حلوه قوي ومهمه جدا جدا جدا، بتقول ان هنا الاكزامينيشن هاز نو رول فور دايجنوزيس. يعني انا ما بعملش اكزامينيشن عشان اشخص عيان عنده سكيميا، ولكن هدف الاكزامينيشن ان انا اديتكت الكومبليكيشنز اوف سكيميا اللي هنعرفها في شابتر الام اي. تمام، يبقى هنا الاكزامينيشن في كل شابتر الاسكيميا مش ما بيساعدنيش في التشخيص، ولكن يساعدني في ديتكشن اوف كومبليكيشنز. ده معلومه مهمه قوي. طيب هتلاقي كده من يعني الحاجات الجنرال ساينس دي ظريفه قوي. في اول حاجه هتلاقي حاجه اسمها بوزيتيف ليفن ساين. ايه بوزيتيف ليفن ساين؟ هوريكم ليها صوره. ممكن تلاقي ساينز اوف ديسليبيديميا، انا عنده الليبيدز عاليه، وده اهم سبب للاثيروسكليروزس، تصلب الشريان، يبان في عينيه، في الكورنيا، كورنيا الاركوس، دهون تترسب تحت الجلد، تعمل لي زنسوماس وزنزيلازماس. تعالوا كده اوريكم الساينز ديت اهو، سوري هقفل ديت اهي، ادي الليفن ساين. اقولك ايه الليفن ساين ده؟ يقول لك يعني العيان داخل عليك اوضه الكشف، حاطط عامل الفيست قبضه ايده حاططها على صدره الشمال، وميل اللي تحت، وان اجوني بيتوجع قوي. دي شافها الحاج ليفن فسماها على اسمه ليفن ساين. ماشي، يبقى ايه الليفن ساين؟ العيان عامل الفيست قبضه ايده حاططها على قلبه وميل لقدام، ان اجوني بيتوجع. اعتقد دي ساين مش محتاجه ان حد يسميها باسمه، يعني ادي الليفن ساين. طب تعالوا نشوف كده ادي الاركس، الكورنيا الاركس، شايفين العين دي؟ الحاجات دي بتجيلكم في الاسبوتس يا اولاد، خلي بالكم، يعني صوره الليفن ساين دي بتنزل في الاسبوتس اخر السنه، خلي بالكم بقى، ماشي، ما بجيبش الحاجات دي فور فاني، يعني اللي فاتح المايك يقفل. تمام، ادي صوره الكورنيا الاركس. هتلاقي كده في صورتين اتنين في القرنيه، في حاجه اسمها الويلسون ديزيز، هتلاقي الرنج الكايسر فليشر رنج، رنج خضره، وفي رنج بيضه. الرنج البيضه ديت او الصفره ديت اللي هي الكورنيا الاركس، دي ديفرنشال دايجنوزيس، يا اما اولد ايج سينيليتي او هايبر ليبيديميا، دهون عاليه. هتلاقي على حواف القرنيه في رنج بيضه كده، دي اسمها كورنيا الاركس. في حاجات تانية الدهون تترسب في حاجة تانية؟ حد شاف الصورة دي، المنظر ده قبل كده؟ أو هايبر كوليسترونيميا. زانسيلازما، دي هايبر كوليستروليميا، دي بلقطها انا كده، تخشي لي العيانه وانا قاعد بكلم معاها وبتشتكي لي من تشيست بين، اول ما اشوف البتاعه دي فوق عينيها الزانسيلازما، لا ده انت كده عانت ديسليبيديميا عنيفه، يبقى الشيست بين اللي انت جاي تشتكي لي منه ده لازم احترمه، ولازم اشك فيه انه سكيميا، فلازم ابقى ايه، لماح، تلمح الحته ديت. ولو كلنا كده بصينا في عيون اهالينا، بابانا او مامتنا، ممكن نلاقي فيه كتير منهم عنده البتاعه دي، الزانسيلازما دي حاجه خطيره. ديبوزيشن اوف ليبيد اندر سكين، ده معناه ان الليبيدز عاليه قوي، مش عاليه بس، ده عاليه قوي. تمام، فده منظر خطير يقول لي ان العيان ده ديسليبيديميك، وبالتالي ممكن او بنسبه كبيره سكيميك. ممكن كمان الدهون تترسب يا اولاد في اماكن تانية على اوفر التندونز، يعني هنا اهوت، ادي الزانسيلازما، ادي الزانسومز، ده ال اسمه ايه، وتر اكيلس، ده الاكيلس، ده ممكن تلاقي نديولز كده اهيت على اللور ليم، اوفر الهاند،
كان عندي بنت يا عيني كده 18 سنة وعندها ديسليبيديميا عنيفة، وكانت الحاجات دي طالعة لها، وكانت زعلانة بقى، شكلها وحش مش هتعرف تتخطب، فكانت عاوزة تروح تشيلها جراحيا. فقعدنا نفهمها بقى ان دي سببها ترسيب دهون، ولو راحت شالتها بعملية تجميل هترجع لها تاني، فبيبقى علاجهم مختلف، مش انها تروح تشيلها بالجراحة او بالتجميل يعني. فالمناظر ديت اسمها زانسوماز، تقول ان العيان ده ايه يا اولاد، ان العيان ده ديسليبيديميك. تمام، يبقى دي كلها ساينز. يبقى ايه الساينز؟ بوزيتيف ليفن ساين، الساينز اوف ديسليبيديميا الكورنيال اركس، الزانسوما والزانسيلازما. في اللوكال اكزامينشن لما تيجي تكزامن الهارت هتلاقي تاكي كارديا وهايبر تنشن، ده بسبب السمباثيك اوفر ستيموليشن، شخص لما يحس بوجع السمباثيك يهيج، فتلاقي عنده كده اس 1 يبقى ويك، لو الاسكيميا دي عامله هارت فيلير فتلاقي فيه ويك اس 1 كونتراكشن ضعيف. اس 2 هيبقى ريفرس سبليتنج، كل ده حاجات هنعرفه بقى في الكلينيكال. ممكن تسمع اس 3 لو الاسكيميا عامله ميترال ريجير، ممكن نسمع اس 4 لو الاسكيميا عامله ال فيدا سو ديسفانكشن، كل ده في الكلينيكال هنعرفه ونفهمه حلو. ممكن تسمع ميترال ريجير لو الاسكيميا عامله ميترال ريجير. تمام، دي كلها حتت كلينيكال كده هنعرفها في الكلينيكال. هل الساينز حد عنده فيها سؤال قبل ما نخش على الانفستيجيشنز؟ تمام كده. ايه اه نهى، نهى البتاعه دي بتتعالج زي اللي هي الزنسوما. زي ما قلت لك بقى، علاجها ان انا اظبط الليبيد بروفايل، هي بيبقى شكلها مش حلو فعلا، لكن اوعى دكتور تجميل يقول لك انا اشيلها لك، ده نصاب، ده دكتور نصاب، اوعى يشيلها لان هترد تانية الدهون طول ما هي عاليه بتترص. طيب ليفن ساين يا ايه؟ يعني العيان عنده سيفير شيست بين، فيبتدي يقوم جاي عامل قبضه ايده، ده حاجه بنسميها كاونتر اريتيشن للبين. عارفين كده الدهان اللي بدهنه اللي هو كانوا بيسموه مش عارف ابو فاس حاجه كده، اللي هو عباره عن كامفور، ده بيعمل بدهنه على الجلد، يعمل اريتيشن يعني يعمل وجع في الجلد، فيديستراكت المخ من احساس الوجع اللي في المفصل او في العظم. هي دي نفس الفكره، ان هو لما يضغط على صدره يعمل وجع خارجي يخلي الوجع الداخلي احساسه يقل شويه، فعشان كده عم بيعمل قبضه ايده ويضغط على صدره ويبقى جاي ان اجوني كده، ده معنى كلمه ليفن ساين. ساين مش مهم قوي يعني، او مش حاجه سبيسيفيك. تمام، حد له اسئله في الحته دي؟ فاطمه انا عامل اصلا اوريدي، انا عامل فيديو اصلا موجود على اليوتيوب سبوتس، حتى عامل سبوتس بتاع البطنه كلها بما فيها القلب يعني، وكده كده هنراجع لكم. انا يعني خلاص انا فاضل لكم، فاضل له قاعد لكم، فاضل لكم اي حاجه انتوا عايزينها نعملها ان شاء الله، فما تحمليش هم. لكن في فيديوهين اتنين موجودين سبوتس موجودين. ايوه بالظبط، زي الناس اللي بتربط راسها من الوجع. برافو عليك يا ندى، دايما تشبيهاتك عظيمه. تمام اوكي. طيب في حد عنده اسئله تاني؟ نخش على الانفستيجيشنز. اوكي الانفستيجيشنز بقى بالورقه والقلم، وهتكتب معايا، هنعيد ترتيب الحته دي انا كتبتها من الاول وجديد في النسخه الجديده من الكتاب، فمعلش بقى اعتذر لكم، عاوزكم تكتبوا معايا كده، لان هنقسمها الى فيرست لاين وسكند لاين وثيرد لاين او فيرزر انفستيجيشن، فعاوزكم ترتبوها معايا، مكتوبه كلها بس هنرتبها. فيلا معايا كده بالورقه والقلم. ايه رايكم، ايه الفيرست لاين انفستيجيشن؟ جالك عيان بيقول لك يا دكتور انا ات ريست، ما بشتكيش من اي حاجه، لما بمشي 200 300 متر وانا رايح المسجد عشان اصلي بيجي لي وجع في صدري، اقف استريح الوجع يروح. انت كدكتور ايه الحاجات، ايه الفيرست لاين انفستيجيشنز اللي هتعملها؟ عماد قال اي سي جي، برافو عليك. ندى داخله ده عنيفه قوي يا ندى، اسمها الموجود ده، انت كده عنيفه. ومين؟ اميره اعنف، انجيو، حرام عليك يا اميره، كده انت دكتوره بتحب الماده، انجو ده دي اخر لاين يعني، لا حرام عليكم. ايه عماد قال كلام محترم قوي، كاردياك انزيمز اكسلنت. مين اللي مسمي نفسه كوفيد 19 ده؟ ده سورس انفكشن للجروب يا جماعه، كوفيد 19 ممكن يكون اسامه سالم، ممكن بنسبه كبيره ليه كده ليه كده؟ الشهداء واهل الشهداء. تمام شكله فعلا اسامه سالم. اسامه طيب ماشي لما نشوف. والله اوكي مش انا، مسمي نفسي سامي مش انا والله، طيب ماشي يا هو اللي مغششني بتاع اولد ايج. تمام طيب، زي ما حضراتكم قلتوا ان اعمل، انتوا كده قلتوا الثلاثه لاينز بسرعه، يبقى قلتوا كده ان احنا نعمل ايه، اي سي جي اند كاردياك انزيمز. برافو. انفكشن ايه انفكشن كنت انت زعلت، كنت لسه هشكر فيك يا عماد، كده انت زعلتني.
انفكشن كنترول للجروب. تمام اوكي تمام. يبقى احنا عندنا ايه الفيرست لاين؟ لازم اعمل حاجات اللي اتريست الاول يا اولاد، زي ما حضراتكم قلتوا اي سي جي، تاني حاجه ايكو كارديوجرافي، ثالث حاجه كاردياك انزيمز اجيبها من البلاد تيست ديت. هتلاقي حاجه اسمها هاي سنسيتيف تروبونين، دي اكتب على رقم 3. يبقى الفيرست لاين اكتب كده في الصفحه من تحت، الفيرست لاين ثلاث عناوين اي سي جي، ريستنج ايكو، هاي سنسيتيف تروبونين اللي هو الكاردياك انزيم. تمام كده كتبنا، مهم قوي رتب معايا. تمام طيب الاي سي جي رسم القلب، الرسم ده انا بعمله اتريست والعيان مش باذل مجهود، وهذا العيان اتريست ما بيشتكيش من حاجه، عشان كده الاي سي جي اكتب جنبه يوجوالي نورمال. يبقى جنب الاي سي جي اكتب كده يوجوالي نورمال. تمام كل ده اتظبط في النسخه الجديده، يبقى الاي سي جي ماله يوجوالي نورمال طبيعي، ولكن ممكن اديتكت اني انستابيليتي زي ستي ديبريشن او تي ويف تشينجز، دي هنعرفها بعد كده. يبقى الاي سي جي يوجوالي نورمال. تاني حاجه بنعمل حاجه اسمها ريستنج ايكوكارديوجرافي. تمام تعالوا كده اوريكم صوره للايكو ده عشان نعرف ايه اهميه الايكو في الاسكيميك هارت ديزيز. تعالوا شوفوا كده فين الصورة؟ اهي. اهي. بصوا كده يا شباب. دي الكوروناري سيركوليشن، فهموا معايا الحتة دي حلوة قوي. الكوروناري سيركوليشن ده هو اللي خد معانا قبل كده الاناتومي، ده كان اسمه ليفت مين كوروناري ارتري، بيطلع ينقسم الى برانشين، برانش اسمه ليفت انتيور ديسندنج اللي هو الاخضر اللي نازل ده اسمه ليفت انتيور ديسندنج، بيغذي الجزء الامامي من العضله، وبرانش لافف كده اسمه ليفت سيركمفليكس ده اللي بيغذي الجزء اللاترال بارت من العضله. تمام وعند الرايت كوروناري ارتري اللي ماشي على الانفيريور سيرفيس بتاع القلب. يبقى انا عندي ادي الكوروناري سيركوليشن، ليفت مين بيدي ليفت انتيور ديسندنج وبيدي ليفت سيركمفليكس، وعندي رايت كوروناري ارتري. لو جينا نبص ادي شكل القلب بيبان في الايكو كده يا اولاد، دي اسمها الوولز اوف ذا هارت، دي جدران القلب، يعني ده هو السبتم، ده اللاترال وول، ده الانفير وول، ده الانتير وول، فكل وول من دولت سبلايد بشريان، كل جزء من العضله بيبقى اتغذى بشريان. فلو لقيت حته معينه من العضله ما بتتحركش حلو، ده معناه ايه؟ معناه ان الحته ديت الشريان بتاعها مسدود. يبقى انا لو لقيت مثلا اللاترال وول ده هو ما بيتحركش حلو، وانا عارف ان اللاترال وول ده اللي بيغذيه هو الليفت سيركمفليكس، الشريان الليفت سيركمفليكس ده، فمعنى ان الحته دي ما بتتحركش حلو معناها ان هذا الشريان اللي هو الليفت سيركمفليكس مسدود. لكن هلاقي السبتم بيتحرك حلو لان الشريان بتاعه سليم، والانفيرور بيتحرك حلو لان الشريان بتاعه سليم، وهكذا. ففكره الايكو ان انا الاقي حته من العضله ما بتتحركش حلو، ده معناه ان شريانها مسدود. حد فيهم حاجه في الحته دي؟ طب كويس، يبقى كلنا كده فاهمين. حلو خالص. تمام يبقى فايده الايكو ان انا اعمل ايه؟ اكسكلوجن اونت ديتكشن اوف، دي كلمه، ده معنى كلمه ريجونال والموشن ابنورماليتي. ريجونال والموشن ابنورماليتي اكتب يعني حته بتتحرك وحش عن حته ثانيه. تمام ده كلمه معنى كلمه ريجونال والموشن ابنورمال. ورقم ثلاثه زي ما اتفقنا اللي هو الهاي سنسيتيف تروبون، ده اول لاين. طيب ايه اللاين الثاني؟ ده اللاين بقى اللي مين دخل قال عليه، اللي هي هدير قالت عليه، اللي هو الاستريس اي سي جي، اللي هي سوري ندى قالت عليه رسم قلب بالمجهود. طيب يبقى انا عملت الحاجات دي اتريست، عملت رسم القلب العادي، عملت الايكو العادي، عملت الكاردياك انزيمز لقيتها نورمال، كل الحاجات دي اتريست والعيان مش باذل مجهود، يبقى محتاج اعمل له ايه؟ سكند لاين استريس موداليتيز، حاجات بقى بالمجهود. يبقى تاني لاين اعمل استريس، يبقى السكند لاين يا اولاد اكتبوا كده استريس موداليتيز اللي هو استريس اس جي رسم قلب بالمجهود، استريس ايكو، ايكو بالمجهود، ودي لسه عامل انا بوست عنه في على صفحه المركز، بنعمله في المركز اللي في الشهداء، او استريس ميبي ده اسمه مسح ذري بالمجهود، او استريس سي ام ار اللي هو كاردياك ام ار اللي هو رنين على القلب بالمجهود. يبقى دي كل الحاجات اللي بالمجهود اللي ينفع اعملها، كل الفحوصات دي ينفع تعملها.
او نعمل حاجه تانية يا شباب اسمها ايه؟ اسمها سي تي كوروناري انجيوجرافي. يعني ايه سي تي كوروناري انجيو؟ يعني اصور الشريان التاجي لكن بالاشعه المقطعيه مش بالقسطره، دي حاجه برضو نون انفيزيف، يعني ما دخلتش عن عمليات. هتلاقي كده اوريكم شكل السي تي اهو، بحقن عين صبغه عادي كانها اي سي تي عاديه اهي، شكل السي تي اهي، ده شكل السي تي كوروناري. بحقن العين صبغه عادي خالص ويقوم جاي راسم لي الشرايين اهي مرسومه قدامي، لو في حته فيها ضيق تبان معايا، فدي حاجه بديله للقسطره لكنها نون انفيزيف، يعني ما دخلتش عن عمليه، ده انا حقنته صبغه عاديه خالص في كانولا في ايديه ودي رسمت لي الشريان، دي اسمها ايه؟ سي تي كوروناري. تمام، يبقى ده شكل الايه؟ السي تي كوروناري. تمام كويس خالص. يبقى ايه هو السكند لاين؟ ستريس موداليتيز اللي هو 5 والسي تي كوروناري انجيو رقم 6. تمام، ده السكند لاين. طب ايه الثيرد لاين بقى؟ الثيرد لاين هو الكوروناري انجيو بقى، انا اخش اصور قسطره على طول، ده الايه؟ الثيرد لاين. وادي شكل القسطره عشان الناس اللي متخيله، وعاوزكم تبقوا تيجوا تحضروا معايا قسطره. القسطره دي حاجه جميله، ادي القسطره اهيت، لو شفنا الصوره ده اهي، بخش كده من ورك العيان من هنا اهوت، وابتدي امشي القسطره بتاعتي في الفيمورال ارتري، ثم الكومون الياك، ثم في الاورطه، واخش الف كده في الاورطه وابتدي احقن اهي، شايفين طيب القسطره، ابتدي احقن بقى الكوروناري الليفت مين واشوف الشرايين، واحقن الرايت كوروناري واشوف الشرايين. تمام، دي فكره القسطره. تمام، يبقى ايه هو الثيرد لاين يا شباب؟ هو الكوروناري انجيوجرافي. تمام، طيب بعد كده عندك اخر حاجه اسمها فيرزر انفستيجيشنز. تمام، يبقى انا عندي تاني نراجع الفيرست لاين، اي سي جي، ايكوكارديوجرافي، هاي سنسيتيف تروبونين، سكند لاين ستريس ايمجنج، سي تي كوروناري، ثيرد لاين كوروناري انجيوجرافي، كوروناري انجيوجرافي. بعد كده في عندي حاجه اسمها فيرزر انفستيجيشنز. دي ايه الفيرزر انفستيجيشنز؟ دي حاجات لاستثناء الاسباب الاخرى من الاسكيميا، زي في حاجه اسمها امبولاتوري اي سي جي مونيتورنج. ايه الامبولاتوري ده؟ ده رسم قلب، بصوا اهو شايفين الصوره دي، دي مريضه اهيت، هذه المريضه بلزق لها جهاز رسم قلب على صدرها، وادي بقيه الجهاز، ودي بتروح تمارس حياتها طبيعي جدا لمده يومين اتنين او تلاته او اربعه او خمسه عادي خالص. وقت ما يجي لها التشيست بين يبتدي رسم القلب بيرسمه، فهي بتتك على زرار تقول لي انا في الوقت ده حسيت بالتشيست بين، فانا وانا بحلل رسم القلب اجيب الوقت اللي هي حاسه بيه في التشيست بين واشوف الرسم ده هل جاب ساعتها تشينجز بتاعت اسكيميا ولا لا. فده امتى اعملها؟ لو انا مش حاسس ان العيان، يعني العيان بكل ما يجي لي الاقيه نورمال وبيقول لي الاتاكس بتجي له في البيت او في وضع معين، فانا عاوز القطه في كل الاوضاع، ابتدي اعمل هو اللي هو اسمه امبولاتوري اي سي جي. اسمه ايه؟ امبولاتوري اي سي جي. تمام، يبقى دي فكره الامبولاتوري اي سي جي مونيتورنج. تمام، ودي احد الطرق يا اولاد اللي بديتكت بيها السايلنت اسكيميا او الاسكيميا، سوري مش اللي هي السايلنت اسكيميا، ده من الحاجات الجميله قوي في تشخيص السايلنت اسكيميا. اكتبها، زود النقطه دي جنب الامبولاتوري اي سي جي، اكتب كده ان هو جود ان دايجنوزس اوف سايلنت اسكيميا. تمام، ممكن تعمل في الفيرزر انفستيجيشنز تشيس اكس راي عشان استثني الاذر كوزز، نعمل بقى بقيه البلاد تيست، بقيه فحوصات الدم، سي بي سي، كرياتينين، ليفر انزيمز، فاستنج بلاد شوجر، ليب بروفايل، بقيه الحاجات دي كلها. تمام، الانديكيشنز بتاع الكوروناري انجيو دي هنقولها المره الجايه في اخر الشابتر عشان اعرف احفظها لكم حلو، فسيبوها دلوقتي ما تقراوها. تمام، يبقى اخر مره هنقول الانفستيجيشنز، فاضل حاجه بسيطه. ايه هي الانفستيجيشنز يا اولاد؟ عندك فيرست لاين انفستيجيشن اي سي جي، ايكوكارديوجرافي، اند هاي سنسيتيف تروبونين. ايه السكند لاين انفستيجيشنز؟ الستريس ايمجنج والسي تي كوروناري انجيو. ايه الثيرد لاين انفستيجيشن؟ هو الكوروناري انجيوجرافي القسطره. ايه الفيرزر انفستيجيشنز؟ امبولاتوري اي سي جي مونيتور، تشيست اكس راي، واذر بلاد تيست زي سي بي سي وكريات وليفر وفاستنج شوجر وليفيد بروفايل. عاوز أسئلة حضراتكم على الجزء ده. هو الامبولاتوري اي سي جي مونيتورنج هو الهولتر ميثود؟ اللي هو الهولتر. انا فاكره ان انا كنت قريت في حته ان هو بيديتكت الاريزميا، مش بيديتكت الاسكيميا. هو له تو رولز، في رول فيه في ديتكشن اوف اريزميا،
وفي طبعا رول في ديتكشن اوف اسكيميا. عشان كده هتلاقي يعني لسه انا جايب جهاز في المركز بيعمل رس هولتر 7 ايام، دي حاجه مش متوفره في المنوفيه. في جزء من الايتمز اسمه اس تي تشينجز، بيعمل لك ديتكشن لو حصل اس تي ديبريشن او اليفيشن في اي وقت بيشخصها. فهو له تو رولز. اوكي طيب. عماد عاوز يحضر ايكو، تعالى احضر الليسته معايا يا عماد. انا بيبقى لستة الاثنين، انا عندي لسته بكره، لو جيت بكره الجامعه هتحضر معايا ايكو وهتحب الايكو جدا. القسطره ببقى يوم الاربع من كل اسبوع في الجامعه برضو، بس طبعا دلوقتي الشغل واقف. برضو لو حضرت هتستفيد وتستمتع جدا ان شاء الله. واحمد السيد زميلكو طبعا استاذ في القسطره يعني. الله يكرمك يا دكتور، الله يخليك. تمام. حبيبي يا سيد. فكرة الصوت رجع يا تسنيم. احمد علي بيسأل ايه فكرة الاي سي جي امبولاتوري تاني. بص يا احمد، هو ان فكرته ان انا بركب رسم القلب للعيان، ده بيرسم يعمل رسم قلب مستمر لمدة يومين او 3 او 4 ايام، العيان يمارس في حياته الطبيعية، فوقت ما تجيله الاتاك هو شغال رسم قلب، فشوف بقى الرسم في الوقت ده، لان هو في معظم الوقت الاي سي جي بتاعه نورمال، لكن وقت ما تجيله الاتاك يكون لاقط رسم القلب، فشخص فيه الحاجات اللي ما بتبقاش موجودة معظم الوقت. تمام، العيان بيركبه ويمارس حياته طبيعي المدة اللي احنا عاوزينها وبعد كده نشوف. تمام، حد عنده سؤال يا اولاد؟ الصوت واضح؟ تمام اوكي. الايكو في العيادة اللي في الدور السابع. مروة احنا اتفقنا ان سايلنس كيميا ده عيان ما بيشتكيش من اي حاجة خالص، لكن انا مثلا عمال الاقي ان كفاءة قلبه عمالة تضعف، فاقول ايه يا ترى ايه اللي بيضعف كفاءة قلبه ده؟ ممكن تكون بيخش في السكيميا وانا مش عارف اشخصها، مش عارف القطها، فلما تحط له الامبولاتوري يلقطها لي. فالعيان السايلنت سكيميا كمان هيجي بالكومبليكيشن اوف سكيميا يا مروه، يعني ممكن يجي لك مثلا بفي اف ويموت سادن ديس، ممكن يجي لك بفي تاك فنتريكولار تاكيكارديا، ممكن يجي لك بهارت فيلير، فهيجي بالكومبليكيشن وانت ما تبقاش عارف ان سببها السايلنت اسكيميا اللي عماله تحصل له. اوكي تمام كده. يلا ناخد اخر جزء بقى عشان نفنش. اهم حاجه تكونوا رتبتوا ورايا الانفستيجيشن، لان الحاله لما هتيجي في الامتحان هقول لك ايه هو الفيرست لاين انفستيجيشن او ايه السكند لاين انفستيجيشن، فلازم تبقى عارف هذا الترتيب. نخش بقى على التريتمنت. مين شاطر يفكرني بالسكيما بتاعه التريتمنت؟ بص، برافو عليك يا اسراء. كل نتائج الفيرست لاين غالبا بنسبه 99% هتبقى نيجاتيف، عشان كده بلجأ لللاينز الثانيه، فبرافو عليك يا اسراء. حد هدير بتسال هي ساينس كيميا دي ممكن تحصل بسبب مشاكل ريسبيراتوري؟ يعني مش، لا يعني مش دي السبب، يعني مش، لا مش سبب، مش سبب للساينس كيميا. فاطمه بتسال الامبولاتوري ده بكام؟ على حسب، اليوم الواحد ب 300 جنيه، اليومين ب 400، الثلاث ايام 500 وهكذا يا فاطمه. from everyone non-far. برافو عليك اميره بقى. يلا قولوا لنا كده ايه هو الاسكيما. اميره قالت فارماكولوجيكال ونون فارماكولوجيكال. تمام، في الهارت فيلر الفارماكولوجيكال كان ايه وايه؟ سيمتوماتيك ريليف ومورتاليتي بينفيت، صح؟ تمام، هنا بقى الفارماكولوجيكال هيبقى اسمه كده انجينا ريليف، يعني يضيع الشست بين، وايفنت بريفنشن. يبقى هنا الفارماكولوجيكال عباره عن انجينا ريليف وايفنت بريفنشن. طب النون فارماكولوجيكال عباره عن لايف ستايل موديفيكيشن وانترفنشنال وسيرجيكال، نفس الايتمز بالظبط. يبقى التريتمنت سكيما هي نفس السكيما بتاع الهارت فيلر، فارماكولوجيكال ونون فارماكولوجيكال. دي برضو هتكتبوها ورايا وتظبطوها في الكتاب واحنا ظبطناها. فارماكولوجيكال ونون فارماكولوجيكال. الفارماكولوجيكال عباره عن انجينا ريليف وايفنت بريفنشن. انجينا ريليف يعني عاوز اضيع له احساس التشيست بين الوجع، ايفنت بريفنشن يعني عاوز امنع انه يتحول لاكيو كورونا سندروم او ام اي، ده معنى كلمه ايفنت بريفنشن. النون فارماكولوجيكال هيعمل شويه حاجات لايف ستايل موديفيكيشن، وحفظنا الجدول بتاعه من المره اللي فاتت، وحاجات انترفنشنال تداخليه، وحاجات سيرجيكال جراحيه. تعالوا كده ناخدهم حاجه سهله خالص، دي السكيما العامه.
طيب تعالوا كده نتكلم عن الانجينا ريليف. عاوز اضيع احساس الوجع، هتلاقيهم لاينز يا ولاد. الفيرست لاين بعدين كلنا عمالين نقول في التعريف باي ريست اند سابلينجوال نايتريت، باي ريست اند سابلينجوال نايتريت. فالسابلينجوال نايتريت از شورت اكتنج نايتريت، يبقى اول لاين في الانجينا ريليف تضييع الوجع هو الشورت اكتنج نايتريت، اللي هو اكتب كده عليه الداينايترا تحت اللسان، يعني عشان تبقى شاطر اكتب عليه كده داينايترا تحت اللسان، تمام. ومعاه حاجه كمان بيتا بلوكر، بي بي دي اللي هي بيتا بلوكر، سي سي بي اللي هي كالسيوم شانل بلوكر. طب ايه فايدتهم دول البيتا بلوكر والكالسيوم شانل بلوكر؟ دول هيهدوا الهارت ريت، وكل ما قلل الهارت ريت كل ما احتياج المصل للاكسجين تقل، كل ما احساس الشست بين يقل. واحنا عاوزين يا اولاد عيال الاسكيميك هارت ديزيز الهارت ريت والهارت فيلير الهارت ريت بتاعهم يبقى ما بين ايه وايه زي ما قلنا فاكرين؟ ما بين كام وكام؟ 60 و70، ما يزيدش عن 70 وما يقلش عن 60، تمام. فالبيتا بلوكر والكالسيوم شانل بلوكر وظيفتهم انها تقلل الهارت ريت، فلما يقلل الهارت ريت يقلل الاكسجين ديماند بتاع العضله، فيخلي العيان ما يحسش بتشيست بين. ده الفيرست لاين. مين شاطر فاكر كان في دواء كمان بيقلل الهارت ريت غير البيتا بلوكر من غير ما ياثر على الكونتراكتيليتي؟ برادين. اكسلنت، الايفا برادين. ما هو الميكانيزم اوف اكشن؟ الفاني صوديوم شانل. برافو عليكي، اكسلنت. فاني صوديوم شانل بلوكر اللي بيقفل الفاني صوديوم شانل اللي موجوده بس في الاس اي نود، مش موجوده في المصل. فالسكند لاين بقى يبقى الفيرست لاين بدي سابلينجوال نايتريت اللي هو شورت اكتنج نايتريت مع بيتا بلوكر او كالسيوم شانل بلوكر. طب افرض العيال لسه بيجي له تشيست بين، اكتب زائد، يبقى السكند لاين ده بضيفه مش بشفت، بضيف. فما بين المربعين اكتب زائد بلس، بزود بزود ايه؟ الايفابرادين عشان خاطر يقلل اكتر الهارت ريت. ازود ايه يا اولاد؟ ازود لونج اكتنج نايتريت. السابلينجوال نايتريت ده بيشتغل 5 دقائق، لا اديله بقى نايتريت بيشتغل لمده 18 ساعه، فبدي لونج اكتنج نايتريت. لو حد له مريض قلبي اسمها كبسولات النيتروماك، كبسوله ابيض فاخضر كده، تمام. في حاجه كمان اسمها نيكورانديل، تمام. ايه النيكورانديل دي يا اولاد؟ النيكورانديل ده دواء اسمه ادانكور، ده دواء زي النيتريت بس بيشتغل بميكانيزم تانية. وزود اخر دواء هتكتبه، عاوزك تزوده عشان هم 4، زود معايا الكلمة دي راي ميتا زي دين. حد فاكر في بعض زمايلكم قالوا له ان انتوا خدتوا الدواء ده في الفارما زمان في سنة تالتة، التراي ميتا زي دين، حد عارفه او فاكره؟ هايبو ليميديميك تقريبا، هايبو ايه؟ شافت الميديميك بيقلل حاجه كده يعني. لا يا مامي، هدير بتقول صح، برافو عليكي. بيشفت الميتابوليزم بتاع المصل من فاتي اسيدز الجلوكوز فيقلل الاكسجين ديماند. خدتوه في الفارما؟ ايوه خدناه. يبقى برافو عليكم، انا مبسوط جدا. يبقى تراي ميتازيدين بيعمل ايه؟ اهو بيشفت، عشان منه مش مكتوب فزودوه، هتلاقوه في شابتر الفارما في اخر الكتاب، لكن عاوزكم تزودوه هنا. يبقى السكند لاين ايفا برادين لونج اكتنج نايتريت، نيكورانديل، والرابع بتاعهم التراي ميتازيدين، واكتب جنبه كده شفت ميتابوليزم. ما انت انا كنت يعني احنا قايلينه قبل كده، شفت ميتابوليزم of the heart from fatty acids to glucose ماشي useless oxygen، تمام. نكتب الحتة دي، برافو عليكم. يبقى ايه هو الانجين ريليف ميديكيشنز؟ تمام. يبقى ايه هو الانجين ريليف ميديكيشنز؟ فيرست لاين شورت اكتنج نايتريت بيتا بلوكر او كالسيوم شانل بلوكر، سكند لاين بزود ايفا برادين لونج اكتنج نايتريت، نيكورانديل ده زي النايتريت اخو النايتريت، او التراي ميتا زيدين، تمام. طيب ايفنت بريفنشن اموره، اوكي يا عم، تمام. ايفنت بريفنشن هتشطب لي بقى على مربع اللايف ستايل موديفيكيشن ده، اشطب عليه، وهتبقى الايفنت بريفيشن. ادي اسبرين،
قد ستاتين قد ايس او اي ار بيز، دول هدفهم ان امنع العيان انه يتحول لاكيو كورونري سيندروم. اسبرين ده عشان الانتي بليتلت، ستاتين فاكرين كان بيعمل ايه في الاثيروسكليروتيك بلاك؟ كان بيعملها شرينكج، يخليها تنكمش عشان ما تقلبش في ام اي باكيو كورونري سيندروم، والايس او الار بيز هنعرف وظيفته ايه بعد كده. يبقى دول الثلاث ادويه اللي بعمل بيهم ايفنت بريفنشن. لايف ستايل ده اشطب المربع ده خالص. اوكي تمام. طيب بعد كده عندك انت ايه؟ ايه المربع ليه يعني؟ لان احنا خلناه بقى في النون فارماكولوجيكال هنا، غيرنا تقسيمه يعني. عملنا تقسيمه عشان تمشي مع السكيمه العامه يعني. هو الاس تقريبا بيعمل ريموديلنج للمسل، فلو في جزء منها ميت يعني بيصحح. اكسلنت، برافو عليك. يبقى فايدة الاس انهيبيتور ان هو بيعمل ريموديلنج، بس يعني مش مهم نعقد نفسنا بيها دلوقتي، معلومة مش مهمة قوي، بس هي صحيحة زي ما انت قلت. تمام. طيب النون فارماكولوجيكال قلنا لايف ستايل موديفيكيشن، محفظش بقى، اكتب الجدول بتاع المرة اللي فاتت. الانترفينشنال هو البي سي اي القسطرة، وهحط لكم على اللينك بتاع المحاضرة ديت فيديو للقسطرة عشان تعرف ازاي بحط دعامة بي سي اي اللي هو بيركوتينوس كورونري انترفينشن، يعني بحط الحتة الضيقة دي اوسع فيها بالونة واحط دعامة، دي بمعنى كلمة بي سي اي، ده الجزء التداخلي اللي انا اعمله عشان الشريان ضيق. ولو انا ما عرفتش اعمل البي سي اي، يعني ما ينفعش يعمل جراح يعمل قسطرة ودعامة، يبقى الحل هو الجراحة اللي هي عملية بقى قلب وصدر اللي هي الايه؟ الكابج، السي اي بي جي كورونري ارتري باي باس جرافت. دي لها انديكيشنز ودي لها انديكيشنز، الثلاثه انديكيشنز بتوع الشابتر دول هنعرفهم المره الجايه. يبقى تاني جنرال سكيم بتاع التريتمنت، عندي فارماكولوجيكال ونون فارماكولوجيكال. الفارماكولوجيكال انجن ريليف وايفنت بريفنشن، النون فارماكولوجيكال عباره عن لايف ستايل موديفيكيشن، انترفينشنال اللي هو البي سي اي القسطره والدعامه، وسيرجيكال هو الكابج اللي هي جراحه القلب المفتوح. تمام؟ سهلة؟ حد له أي أسئلة في هذا الشابتر؟ أحمد علي بيسأل إيه هو النيكورانديل؟ النيكورانديل ده كروناري دايليتور زي النيتريت، بس بيشتغل عن طريق إن هو بوتاسيوم تشانل أوبنر، يعني لو أنت عاوز هتلاقيه في شابتر الفارما في آخر الكتاب، وهو مش مهم هذه المعلومة بالنسبة لسنة خمسة، لكن هو بوتاسيوم تشانل أوبنر، بوتاسيوم تشانل اوبينر فيوسع الكورونريز. يعني لو عاوز تكتب حتى اسمه نيكو، فنيكو في كي اللي هو بوتاسيوم، فهو بوتاسيوم تشانل اوبينر. تمام، ده نيكو رانديل فيوسع الكورونريز زي النيتريت. والايفابرادين ده يا دكتور؟ الايفابرادين احنا قلناه قبل كده، ده اللي هو الفاني صوديوم تشانل بلوكر اللي هو يقلل الهارت ريت زي البيتا بلوكر من غير ما ينهبت الكونتراكتيليتي، ده احنا شرحناه وجبنا له صور في الهارت فيل. يلا حد بقى له اسئله في الشابتر كله؟ الانديكيشن بتاع البي سي اي والكابج دي انا هنقولها المره القادمه. حد له سؤال؟ احنا كده ساعه ودقيقتين يعني المعدل بتاعنا الطبيعي. حد له اي اسئله يا اولاد؟ تمام يا عماد كويس خالص. دكتور، هي الكورونري انجيو مختلف عن البي سي اي؟ كورونري انجيو هو يعني انا دخلت بنفس الطريقه، انا حقنت الصبغه وصورت الشريان ده كده كورونري انجيو، طب هكمل بقى واحط الدعامه، يبقى انا كده تحولت من كورونري انجيو الى بي سي ار، يعني دي خطوه الكورونري انجيو دي خطوه من البي سي ار. مصطفى سمع سيشن في الشارع، عاش يا مصطفى حبيبي. طيب ثواني يا سيك، لو اديته الفيرست لاين يمشي على العلاج طول عمره؟ طبعا الادويه دي بيمشي عليها. لا بس هي ادويه الانجن ريليف يا فاطمه دي بديها على حسب، افرضي هو دلوقتي بيجي له تشيست بين، فانا اديته الفيرست لاين، البين قل او ما بقاش يحصله فقل الفيرست، يعني امنعه الفيرست لاين، بدا يجي له بين تاني لا ارجع الفيرست لاين، بيجي له وجع على الفيرست لاين حط السكند لاين، يعني ده بناء على شكوى العيان. ميادة كانت بتسأل بتحصل في مين السايلنس كيميا؟ زي ما قلنا يا ميادة دي حالة سيفير من البيلس سكيميا، فتحصل برضو في الدايابيتك وتحصل في العيان اللي عند السيفير اولد ايج او الاولد ايج بعنف، وعيان الهارت ترانسبلانت اللي حصل له مشكلة. بس بيكمل على الترانسبلانت طول الوقت بقى، ليستاتين اسفين بس انهيبيتور صح؟ بالظبط. الحاجات بتاع الايفنت بريفنشن دي مستمرة مدى الحياة، لان دي حاجه بتحميه بتطول في عمره طبعا باراده ربنا، فدي مدى الحياه، لكن حاجات السيمتوم ريليف دي على حسب شكوته.
هدير بتسأل عن ميكانيزم الدواء التاني اللي هو أي دواء يا هدير؟ اللي هو النيكورانديل؟ قولي لي كده. أميرة لو السبب مثلا يا دكتور ديسكشن أو أي سبب بعمل له جراحة أعالج، هل بيمشي على دواء برضه؟ أنا مش فاهم سؤالك قوي يا أميرة، لكن هو طبعا الديسكشن ده علاج وخلاص، بيخش يعمل جراحة وكده المشكلة اتحلت، ما بيمشيش على علاج، لكن لو السبب اسكيميا ده بيمشي على علاج فور لايف. هدير بتسأل على الترايميتازيدين. الترايميتازيدين ده يا هدير بصي بقى، انا عندنا احنا قلبنا بيعتمد على الفاتي اسيدز في البيتا اوكسيديشن كمصدر للطاقه، ده بيستهلك اكسجين كتير قوي، فانا الدواء ده بيشفت الميتابوليزم بتاع العضله من فاتي اسيدز الجلوكوز بالجلايكوليسيس، دي حاجه بتستهلك اكسجين قليل، يعني الفاتي اسيد اوكسيديشن ده بياخد مثلا 20 اكسجين، الجلوكوز بالجلايكوليسيس بيستخدم 5 اكسجينات، يبقى انا لما شفت الميتابوليزم وفرت للعضله 15 اكسجين وهي اصلا وصل لها اكسجين قليل. تمام؟ دي حته بايو بقى، يعني انتوا الحته دي بتثيرني يعني، فما تعملوليش اثاره يعني. تمام؟ فانا كده وفرت على العضله اكسجين. عامله زي ايه؟ زي واحد مثلا بيذاكر مثلا، في واحد ممكن يذاكر ساعة في اليوم ويطلع الأول على الدفعة، واحد بيقعد يذاكر 20 ساعة وما بيجيبش مجموع حلو، فاحنا عاوزين نخلي الشخص اللي بيذاكر 20 ساعة ده يذاكر ساعة واحدة ويطلع الأول على الدفعة، ازاي بقى نعملها؟ بالترايميتازيدين. فهمت يعني ده؟ تمام كده؟ بالظبط. تمام. أنا آسف يا رضا. تمام. يلا، في أي أسئلة تاني في السيشن دي؟ تمام كده؟ قولوا لي تمام. سي سي إس، السيسي ربنا يكرمه. تمام يا شباب، يلا نشوفكم على خير إن شاء الله. هو العلاج دوت للكورونيك كورونري سندروم بس، ولا الأكيوت كمان معاه، ولا الاتنين مع بعض، ولا ده للشابتر كله؟ لا ده دي سكيما عامه، هتلاقيني كل مره بزود يعني نفس ده العلاج السي سي اس، هتلاقي المره الجايه هزود عليها حته، المره اللي بعدها هزود عليها حته، فهو علاج ثابت، دي ابسط نوع من السكيم، تلاقي المره الجايه نفس العلاج ده وبزود عليه جزء، المره اللي بعدها اللي هو الام اي نفس العلاج وبزود عليه كمان جزء. تمام؟ يلا نشوفكم على خير ان شاء الله. برضو المحاضره هتنزل امتى؟ انا يعني لو النت حلو تنزل دلوقتي على طول، فادعوا النت. اوكي ان شاء الله. دكتور احمد، دكتور احمد،